فقدت الناس الثقة بالمصارف، وبغياب الثقة يلي معه مصاري صار يفضل يخبيهم بالبيت. المشكلة إنه الثقة بالمصارف مش ممكن ترجع قريبهم، والمصارف مطمنة إنه ما في بديل إلها. بس في بديل، تخيلوا لو المودعين بيملكوا المصارف، بيعرفوا أموالهم كيف وين عم تستثمر، بيستفيدوا من الأرباح وبيطلعوا الخدمات مصممة لمصلحتهم هن. ما عم نحكي هون عن تأميمات، عم نحكي عن نموذج بيختلف عن النظام المصرفي بلبنان، وين شوية مساهمين بيملكوا المصارف وبياخدوا الأرباح هن. النموذج اللي عم نحكي عنه المعروف بالتعاونيات المالية أو credit unions مش جديد، جرب ونجح بأكتر من دولة محل ما فشلت المصارف التقليدية. مثل المصارف تتصرف التعاونيات المالية كوسيط بين المودع والمقترض، وبتقدم للمودعين نفس خدمات المصرف التجاري. الفرق الأساسي بيناتهم أنه المصارف التجارية بيملكوها أفراد والمودعين هن زبونات فيها، أما بالتعاونيات المالية المودعين بيملكوا هن المصرف، يعني بيبطلوا زبونات وبيصيروا شركة. المشكلة اللي عم بيعانوا منها المودعين مع القطاع المصرفي بلبنان اليوم سببها بشكل أساسي الديونات الكبيرة اللي قدمتها المصارف للدولة من دون ضمانات وما قدرت تستردها، غامرت بالاستثمار بالهندسات المالية وبالدين العام. بس ما عملت هالمجازفات لأنه ما بتعرف، بالعكس هيدي استراتيجية، قد ما المجازفة أكبر قد ما المكافأة أكبر، ووقت البنك ياخد مخاطر كبيرة تطلع له أرباح أكبر. المودعين بيتحملوا الخسائر، ويلي بيملكوا المصرف بيطلعوا الأرباح، لأنه بالتعاونيات المالية المودعين بيملكوا المؤسسة، ببطل هدف المؤسسة الربح على حساب المودعين، وبالتالي بتبطل تتحمل نفس المخاطر يلي بتتحملها المصارف التجارية، بترجع بتضخ أرباحها بالمؤسسة نفسها، وهالشي بيعطيها مناعة أكبر وقت الأزمات مثل يلي عم بيشهدها لبنان اليوم. وقت صارت الأزمة المالية العالمية سنة 2008، كان عند التعاونيات المالية نسبة استثمار بالقروض المرتفعة المخاطر أقل بخمس مرات من المصارف التجارية. احتاجت المصارف التجارية دعم ب200 مليار دولار لتطلع من الأزمة، بينما التعاونيات المالية ما احتاجت لأكثر من 69.9 مليون دولار. بيعطي هالنوع من المؤسسات أهمية لمبادئ التعاون والتضامن الاجتماعي. هالنهج بيخلق ثقافة بتعزز المساواة على عدة مستويات. كل شريك أو عضو بهالمؤسسات بيطلع له أو بيطلع له صوت. هالمبدأ بيعطي الأعضاء سيطرة أكبر على القرارات يلي بتاخدها الإدارة، وبتتحول التعاونية من مؤسسة هدفها تحمل مخاطر وتزيد ربح على ظهر المودعين لمؤسسة أولويتها تخدمهم وتحافظ على رضاهم. عندها مصلحة أنه تزيد عدد المودعين، فبتحط عمولات ومصاريف أقل عليهم. إلى جانب المساواة باتخاذ القرارات، بتفتح التعاونيات مجال أكبر كمان للمساواة الجندرية. 52% من أعضاء الإدارات العليا للتعاونيات المالية هن النساء، مقارنة ب 4% بس بالمصارف التجارية. بس بلبنان التعاونيات المالية ممنوعة لأنه بتضر بمصالح المصارف وأصحابها. قانون النقد والتسليف منع أي كيان مش مسجل كشركة مساهمة على شكل بنك من تلقي الودايع من الناس. حصر هالعمليات المالية بالمصارف المعروفة اليوم، وما فتح الباب قدام مؤسسات مالية بديلة مثل التعاونيات المالية والاتحادات الائتمانية. كرمال هيك صعب يتلاقى اليوم صيغة لمؤسسة تعاونية مالية بشكل بيتوافق مع القوانين اللبنانية. هالعقدة القانونية منا صدفة، مرتبطة بشكل وثيق بمصالح السلطة الحاكمة يلي متشابكة مع مصالح النظام المصرفي، واللي هن جزء أساسي من أسباب الانهيار يلي عم بيصير بالبلد. النظام المصرفي بلبنان فشل ولازم يتحاسب ويتحمل خسائره. بالمقابل هالفشل فيه يكون المخرج من النظام المصرفي الموجود واتجاه صوب نموذج مختلف. التعاونيات المالية هي واحدة من هالخيارات، نموذج وين المودع نفسه صاحب قرار، بيستفيد من استثماراته وبيشارك بالقرارات وبيحاسب الإدارة على أدائه.